مثل ما أنا شايفين أصدقائي، خلال 6 ساعات فقط استطعت جهز قاعدة حواسب مؤلفة من 26 حاسب، قدرت ثبت عليهم نظام التشغيل مع البرامج مع التعريفات مع الداتا الموجودة على الهاردات على الجميع بآن واحد خلال 6 ساعات. شو هي الطريقة؟ خليكم معنا لنهاية الفيديو. مساء الخير شباب، مثل ما أنا شايفين عندي جهاز كمبيوتر منزل عليه البرامج والتعريفات وقطاعات الهارد والداتا اللي بقلب الهارد كاملة. هذا الجهاز مثل ما هو بدي استنسخه على ما يقارب 20 أو 30 جهاز كمبيوتر موجودين بقاعدة حواسيب واحدة. كيف فيني استنسخ هذا الهارد مع الويندوز مع قطاعات الهارد على كل هالهاردات بوقت قياسي وسريع جدا بدون ما اقوم بتثبيت الويندوز على كل حاسب على حدة، بحيث انه انا من هارد واحد استنسخ على جميع الهاردات نفس القطاعات مثل ما ذكرنا ويطلع نظام هالتشغيل هاد على جميع الاجهزة يلي قدامي. الطريقة بسيطة وعلى الشكل التالي. بداية أصدقائي بجهز الهارد الأول بجميع قطاعاته مع نظام التشغيل وبتأكد أنه جميع البرامج شغالة وأموري بخير وبحطه على أول جهاز كمبيوتر بدي اشتغل عليه، وبوصل الهارد الآخر وتباعا طبعا بقية الهاردات واحد تلو الآخر على منفذ ساتا تاني. بقوم بحرق برنامج الـ DLC Boot 2017-2020-2024 على فلاشة، واللي بيتضمن برنامج الأكرونيس ترو إيميج. هذا البرنامج عن طريقه رح قوم باستنساخ الهارد اللي بين إيدي بجميع قطاعاته مع الداتا اللي موجودة فيه مثل ما هو على الهاردات اللي موجودة عندي. رح نقوم هلأ بإيقاف تشغيل الحاسب وننتقل لشاشة الكمبيوتر لنتعرف على الطريقة. وفي ملاحظة مهمة جدا يا شباب نسيت خبركم عنها، انه جميع الحواسب عندي بهي القاعة كلها متشابهة ومتماثلة باللوحة والرامات والامور هي كلياتها، تمام؟ يعني مو كل جهاز شكل واحد ديل واحد ام اس اي واحد ازوس، لا شباب، كلياتهم متماثلين بنفس نظام اللوحات ونفس التعريفات وما الى هنالك، بالتالي العملية رح تتم بسهولة جدا وما رح اضطر لعرف بعض التعريفات على بعض الاجهزة الثانية، اذا الاجهزة اللي عندي اياها كلياتها لوحات وحدة تعريفات وحدة. قوم بالبداية بوصل الهارد الفاضي اللي بدي انسخ عليه الهارد الاول، تمام مثل ما انا شايفين، وبوضع الفلاش اللي عليها برنامج الاكرونيس ترو ايميج عن طريق اسطوانة الاقلاع الدي ال سي بوت، ومن ثم بقوم بتشغيل الحاسب وبالضغط المتكرر على زر F12، طبعا هذا الشيء حسب اللوحة اللي عندي، انا اللوحة اللي عندي ديل، الاقلاع عن طريق ال F12 MSI F11، طبعا كل لوحة حسب طريقة الإقلاع الخاص فيها. تطلع لي قائمة البوت مينيو، وأكيد أنا رح اختار الفلاش ميموري بنظام الـ UEFI لأنه الجهاز اللي عندي حديث. بتأقلع عندي اسطوانة الإقلاع الـ DLC بوت 2017-2020-2022، ما عندك مشكلة، المهم يكون بقلبها برنامج الأكرونيس ترو إيميج. أنا البرنامج اللي عندي 2017، وطبعا جميع برامج الأكرونيس ترو إيميج بنفس الطريقة. ندخل على البرنامج، بأقلع معي البرنامج بالشكل التالي. طبعا احنا سابقا شرحنا عنه للبرنامج وشرحنا عن طريقة اخذ ايميج عن نظام التشغيل، هلأ احنا رح نتعرف على طريقة نسخ هارد على هارد اخر عن طريق هذا البرنامج. بنتقل عند خيار Tools and Utility، داخل هالصفحة هي في عندي كلون ديسك، بيطلعوا لي هدول الخيارين، خيار الاوتوماتيك ريكومندد او المفضل، وفي عندي خيار المانوال للمحترفين. صراحة انا عم بشرح الفيديو للمبتدئين لذلك رح احكي عن الاوتوماتيك. بختار هذا الخيار واللي هو الانسب وبضغط على التالي. بهذا المكان رح تطلع لي جميع الهاردات المتصلة بالجهاز، عندي الفلاشة 14 جيجا مثل ما انا شايفين، الهارد الاول الهارد الثاني. بنلاحظ انه في فرق بين الهاردين، هذا الهارد 223 وهذا الهارد 223، ولكن هذا الهارد في عليه قطاعات نظام التشغيل السي لنفرض في دي اي وما الى هنالك اذا كان مقطع، هذا الهارد قطعة واحدة ما في عليه شيء. انا بدي هذا الهارد مثل ما هو بجميع قطاعاته تنتقل للهارد الجديد، وطبعا هذا الكلام رح يتطبق على 20 30 هارد عندي، واكيد الموضوع بغض النظر عن المساحه، ما عندك مشكله بالمساحه، هذا الهارد صغير هذا الهارد كبير ما عندك اي مشكله، طول ما انه محتويات الهارد الاساسي السورس، تمام، اللي هو الاساسي السورس اللي منه بدك تستنسخ المواد، طول ما انه محتوياته تتسع بالهارد الثاني. إذا بختار السورس اللي هو الهارد الأساسي اللي بدي آخذ منه الداتا وبضغط على التالي نيكست. بنلاحظ إنه السورس اللي هو الأساسي صار لونه رمادي وبقي عندي الفلاشة وبقيت عندي
هارد الليكسر ال 223 الثاني اللي هو فاضي مثل ما احنا شايفين، ليكو ما فيه اي قطعات وما فيه اي شيء، واللي هو رح يكون التارجت الهدف. يعني هلا نحن رح ننزل المعلومات على هذا الهارد بختاره، وطبعا اكيد لازم اتاكد من الهاردين مثل ما شفنا السورس والتارجت. بعد ما اخترته وعلمت عليه بضغط على التالي، بيعطيني رساله تحذيريه عن موضوع قطاعات الهارد وانه رح يتغير شكله وما الى هنالك، بقول له موافق. بينقلني لهي الصفحة، مثل ما انا شايفين في عندي بيفور وافتر. سابقا رح يكون الهارد بهذا الشكل، هارد فاضي ما فيه اي قطاعات او اي شيء، افتر بعد رح يصير بهذا الشكل، الداتا رح تتعبى لهذا المكان، رح يصير في عندي قطاعات سي دي اي وما الى هنالك بهذا الشكل. اذا هلا بضغط له بروسيد او معالجه، وبيبدا بنقل محتويات الهارد الاول للهارد الجديد. طبعا العمليه يا شباب رح تكون سريعه جدا لاني عم بتعامل مع هاردات اس اس دي. واكيد يا شباب في احد الاشخاص بيسالني هي العمليه تنجح معي اذا كان انا عندي مثلا هارد 120 جيجا لنفرض، وبدي انه لو مثل ما هو لهارد 1 تيرا مثلا. انا عندي برامج مدفوعة الثمن، انا عندي ويندوز مدفوع ما بقدر فرمت او نزل ويندوز، بدي استنسخ الهارد مثل ما هو على هارد جديد ولكن بسعة جديدة بشكل جديد، ما عندك اي مشكلة؟ هي الطريقة بتشتغل. كذلك الامر احد الاشخاص بيقول لي انا عندي هارد ميكانيكي وكذلك الامر عليه برامج صعب اني ارجع اجيبها او جيب فني الصيانة ليرجع ينزل لي هي البرامج، وبدي استنسخه مثل ما هو لهارد اس اس دي، يعني بدي جهاز يصير اسرع، هي الطريقة بتنجح؟ اكيد هي الطريقة بتنجح يا شباب. مثل ما احنا شايفين بعد ما انتهى من عملية نسخ الهارد الأول على الهارد الثاني، بتعطيني هي الرسالة أو بيعطيني هي الرسالة اللي عم يقول لي إنه تمت العملية بنجاح، وبضغط عليها أوكي. طبعا عن طريق الخروج من البرنامج عن طريق إشارة الإكس اللي هون بيعيد تشغيل الجهاز، طبعا أنا بطفيه بهي الحالة وبفصل الهاردات عن الكمبيوتر. ومثل ما شفنا يا شباب بهي الطريقة أنا استنسخت هارد على هارد آخر على هارد 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 وما إلى هنالك. تخيلوا الوقت الطويل جدا اللي بدي يقوم فيه لحتى نزل نظام تشغيل على جميع هدول الحواسب وانسخ نفس الداتا ونفس التعريف لكل حاسب على حدة، يعني كل حاسب رح يأكل معي ساعة 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 وإلى هنالك. أما بهي العملية يا شباب أنا نفس الهارد خلال 3 دقائق فقط استنسخته على هارد، 3 دقائق على هارد ثاني، ثالث، رابع، خامس وما إلى هنالك، وبالتالي أنا استنسخت نظام التشغيل مثل ما هو لهذا الكمبيوتر على جميع هدول الحواسب اللي قدامي كلياتهم. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.